أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشعراء يتبعهم الغاوون لأنهم يزينون لهم معاصيهم فيسرون بهم ويتبعونهم. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون يمدحون مرة ويذمون مرة ويصفون الكرم بالصفة الحسنة ثم يبخلون ويصفون الشجاعة ثم يجبنون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فاستثنى الحق سبحانه وتعالى شعراء المؤمنين الذين يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك، كعب بن زهير، كل اللي دفع عن الإسلام إلا الذين آمنوا وقالوا وحده وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا في أشعارهم لينبه الناس إلى مواجيد الدين ومواعظ الإيمان فيلتفتون إليها. وانتصروا لرسول الله من الذين هجوا وانتصروا من بعد ما ظلموا. بعد ذلك يقول الحق سبحانه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما دام انتصروا بعد ما ظلموا، ظلموا ممن؟ من الذين وقفوا أمام دعوة رسول الله إيذاء له وكيدا للمؤمنين به وعزلا له ولآله في الشعر واعتمار على قتله إلى أن هاجر. كل دي أشياء ظلم ولا من ظلم؟ هؤلاء انتصروا بعدما ظلموا. الحق سبحانه وتعالى والذين ظلموا قال لك وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كلمة أي منقلب يعني المرجع، المنقلب هو المرجع. ساعتها يقول الحق سيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون، كأنه يتوعدهم به لأنهم سيرجعون إلى شيء يؤذيهم. مش بس انتصر المسلمون عليهم من بعد ما ظلموا، لا ده في الآخرة لهم إيه؟ قال لك تعالى هنا سيعلم الذين ظلموا. سين احنا عندنا مرة يعلم الذين ظلموا يعني في الحال، س يبقى بعد مدة شوية بسيطة، سوف يبقى بعد مدة ايه طويلة. الحق توسطها في المسألة، قال مش هيعلم دلوقتي لأنه يكفي وانتصروا من بعد ما ايه ظلموا. سيعلموا يبقى لسه هتيجي بس مش دلوقتي، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك. الله، يبقى اذا اي منقلب اي اي مرجع يرجع ساعة ما يبهمه يبقى دليل على انه شيء عظيم او الا اداره لا تؤدي ماذاه. سيعلمون اي نتيجه او اي نهايه ينتهون اليها. يبقى لما يجيب النهايه هيحددها بالفاظ، انما الوقت عمل فيها ايه؟ سابها مبهمه عشان ايه؟ ولذلك لما يجي الحق فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني حاجه ايه؟ ما تنقلش، حاجه كبيره قوي. فاذا ساعتها يعظم يبهم علشان ايه؟ نتصوروا على كيفية واسعة شديدة قاسية. المنقلب في ذاته هو المرجع، لا يذم لذاته ولا يمدح لذاته، وإنما ينقلبون ويرجعون إلى أي شيء. فإن كان إلى سوء يبقى صحيح منقلب سيء، طب وإن كان إلى حسن يبقى منقلب كويس. ألم يقل سحرة فرعون حينما غلب موسى فقال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم له لكبيركم الذي لأقطعن أيديكم وأرجلكم إلى أن هدد. ماذا قالوا؟ لا ضير. ليه؟ لأننا إلى ربنا منقلبون وحناخد الجزاء. أنت قتلك لنا هتحملنا الدنيا الفانية، ولكن ربنا هيستقبلنا في حياة إيه؟ يبقى إذا المنقلب هنا يحمد ولا يذم؟ يحمد. هنا بقى هيبقى المنقلب ايه؟ يذم. في مره يظن اصحاب الشيء ان انقلابهم الى ما يفرح، وما علموا انهم مخطئون في هذا الظن، هينقلبوا الى ما يسوء. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما ايه؟ جنتين من اعناب وحففناهما بنخل. حصل حوار بينه وبين الثاني. قال ايه؟ وما اظن الساعه قائمه. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا من الحاجات اللي فيها دي منقلبة.
هو فاهم كده، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا، اي من الجنان دي بتاع منقلب. نقول ده انت جاهل، لان المنقلب هيبقى سيء. انت بتقول ان رددت الى ربي هبقى كويس، هيبقى برضه حالتي كويسه زي الدنيا دي. كنا نقول له لا، ده انت ما انتش عارف الحكايه. يبقى فاهم منقلبا، والله يعد له منقلبا ايه؟ منقلبا اخر. والانقلاب الى الله والمرجع له، انما يفرح به من امن بالله وعمل صالحا، لانه سيعلم انه سيصير الى جزاء من الحق سبحانه وتعالى. مثلا سيدنا ايه؟ الله يامرنا حين نركب المطيه ونستوي على ظهرها كده وهتحمل اثقالنا وتحملنا الى بلد لم نكون بالغين الا بشكل الانفس، ماذا قال لنا؟ اذا استويتم على طول ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا. تحمد ربنا على انه سخر لك هذا، وما كنا له مقرنين. احنا مش متوقين اننا نروضه، ده بيجيب الجمل العاير ينيمه والفرس اللي الشمس يعمله يركبه. الله، مين اللي ذللها دي؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم. يبقى هم ما كانوش يقدروا يذللوها. ولذلك احنا قلنا مرة أن الذي يذلل الجمل ويمنخوه الصبي ويقومه بالحمل ويعمل كده مش عارف إيه، إذا جاء له تعبان صغير قد كده يفزعه. طب ليه؟ اشمعنى الكبير ده؟ أم قال لك هذا ذلله الله وذلك لم يذلله الله، علشان نعرف إن المسألة مش إيه؟ مش شطارة مني، لكن بتذليل الايه؟ بتذليل. وقلنا اكتر من التعبان، هاتف برغوت قد كده اهو يجيله في الفراش ويتقل ولا يعرف يسيطر عليه، برغوت قد كده. يبقى ليه؟ لان ربنا ما ذللوش. يبقى اذا تقول ساعة ما تركبه قول سبحان الذي سخر لنا هذا، اشكروه. ليه؟ وهتقول الكلمة دي ليه؟ وإنا إلى ربنا إيه؟ لمنقلبون. طب وهي إيه العلاقة بين سبحان الذي سخر لنا هذا وبين إيه؟ وإنا إلى ربنا لإيه؟ إيه العلاقة؟ قال لك إحنا سننقلب إلى الله، وسيسألنا كما قال ولا تسألنا يومئذ عن النعيم. وهذا نعيم سنسأله عنه، وما دام نسأل عنه نعمل إيه؟ قال لك ساعة ما نتمتع بكده نشكر الله عليه، ونقول سبحان الذي سخر، وكل نعمة تشكر الله عليها لا تسأل عنها يوم القيامة. أديت حكيت، أديت إيه؟ إذا فالمنقلب سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وجاب السين هنا لأنها هيجي المنقلب بالغاية في الآخر. قال لك ما يمكن السين دي تدي زمن طويل، نقول له لا برضه أنت غلطان في فهم السين. ليه؟ قال لك الله سبحانه وتعالى أخفى الموت ميعادا ما نعرفوش، سببا ما نعرفوش. ليه؟ قال لك حين يبهم ميعاده وسببه يقول لك انتظر في اي وقت. فساعة ما ابهم يبقى اشد بيانا، لانه لو حدد له عمر اقول اعمل اللي اعمله بعدين قبل ما يجي الاجل كده نبقى ايه؟ نبقى نتوب. انما لما ما اعرفوش انتظره في ايه؟ في اي وقت. يبقى ساعة أبهمه زمانا وسببا وعمرا يبقى بده يبينه عشان يفضل ايه؟ لأن الإنسان يمكن يفتح عينه كده ويغمضها وتنتهي يموت. يبقى إذا ينتظره في أي لحظة ولا لأ؟ يبقى السن تطول ولا ما تطولش؟ ما دام في أي لحظة السن يمكن ما تطولش. وإذا مات مش هنقبل منه عمل ولا مفيش عمل بعد الموت، وهيدخل في الآخر على طول. يبقى قريبه ولا مش قريبه؟ يبقى ايه؟ قريبه. وبعد ذلك يقول لك ايه؟ ما هي مده طويله من يوم على ما تيجي بتقوم الساعه. يقول له ايه؟ ليه يا اخويا؟ مش مده طويله ولا حاجه، كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. يبقى اذا الموت كلمه السن دي تقدر تنتهي حالا، وسوف تنتهي حالا، هو مجهول من الايه؟ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ايه ينقلب. هذا وعيد، والوعيد فيه تهديد. يقول لك الله سبحانه وتعالى حين يضخم الوعيد هو محب لخلقه، حتى اللي بيوعدهم بيوعدهم دلوقتي بعد عشان يتنبهوا ويرجعوا الى الله، ويرجعوا الى الله علشان ياخذوا رحمته. يبقى ربنا عايز يوزع مين؟ يوزع رحمته، مش يوزع جبروته. فاذا لما يوعدهم ويستدعي زي انت تقسو على ولدك عشان يذاكر،
تقسو عليه ليه؟ والله ايه سقطت فانا هعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك وهعمل فيك. هل انت عايز تعمل ولا عايز يعمل اللي ذاكر علشان ما يوصلش الى هذا؟ يبقى اذا الوعد بالخير خير والوعيد بالشر خير، كل بيجري ربنا خير. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اذا فالتسليه لمسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزن اللي كان بيقول لعلك باخع نفسك ايه؟ لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين، تعبان عايز يكونوا مؤمنين. قال له انت ليه عليك البلاغ مالكش دعوه؟ وبعدين جاب مناكب الرسل وشاف الرسل انتصروا ولا ما انتصروش؟ اللي كفروا بهم تعذبوا ولا ما تعذبوش؟ دي كلها تسليه الرسول. ثم سلاه بان كل قضيه يقولها الكفار يرد عليه. شاعر ما هو بقول شاعر، ساحر ما هو بساحر، مجنون ما هو بمجنون، كل حاجه يقولوها. الشياطين تنزلت لك وما تنزلت به الشياطين وما يستطيعون. يبقى دي كل تسليه لاسمين لسيدنا رسول الله. ثم يختم التسليه بانه يقول له واللي ظلم هنعاقبهم عقوبه. العقوبه دي بقى احنا مبهمين ايه؟ اي منقلب علشان تبقى ايه؟ تبقى ضخمه، تبقى عظيمه، لان الشيء اذا حدد هيجي على لون واحد، انما لما ما يحددش يجي على الوان متخيله. الايه؟ لما يكون لك واحد غريب وقال لك ده فلان من الاسكندريه وتاخر ما جاش بقى 7 ساعات ما جاش، ما ظنك ظنونك تسرح. ايه اللي حصل؟ هو اخر السفر العربية جرالها حالة، ولما يكون جرالها حالة هو عصير، هو اتقتل، هو راح المستشفى، تقعد تجيب الايه؟ الاوهام كلها، وكل وهم يرد على خاطرك بنزعة في نفسك. والواقع على شيء واحد، الواقع هيبقى ايه؟ اذا ابهام الامر عقوبة، ابهام الايه الامر؟ عقوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سين برضو طا وسين حرف حرفان من حروف المعجم، واحنا قلنا في دي كلام طويل قوي. كل حروف المعجم تنطق هكذا لانها اسماء للحروف، والمتكلم زي كما قلنا حين يتكلم يتكلم بمسميات الحروف. الامي يتكلم ولا ما يتكلمش؟ والمتعلم يتكلم. بس الامة لما يقول لك ده فلان كتب الدرس الفلاني، تقول انت مش تهجى كتب دي، كتب دي بكونه من ايه؟ ما ينطق بها لانه ينطق بالمسمى. انما المتعلم تقول لسه جاي لك كاف، مش كده؟ تاء بينطق الاسم، ما ينطقش الاسم الا من تعلم، ورسول الله لم يتعلم. يبقى ايه اللي قال له ينطق اسماء الحروف دي؟ يعني من الله. ولذلك بنعملها توقيفي، لان مثلا جينا في سوره البقره قلنا الف لام ميم نطقنا باسماء الحروف، ولكن في سورة الانشراح قلنا ايه؟ ألم نشرح لك صدرك. طب ايه الفرق بين الالف واللام هنا والميم والالف واللام والميم هنا؟ هكذا سمعها رسول الله. يبقى سمعت توفيقي ولا مش توفيقي؟ ولا لو ان اي واحد يقرا القران زي ما قال الف لام ميم يقول الف لام ميم نشرح لك صدرك، نقول له لا، ده مساله توقيفيه، لان دي اسماء الحروف ودي الحروف ايه؟ ودي الحروف نفسها. خواصين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. حين تسمع تلك إشارة، والإشارة مرة تبقى لمذكر ومرة تبقى لمؤنث، فإذا أشرت إلى مذكر تقول إيه؟ ذا. تشير إلى مؤنثة تقول إيه؟ تي أو زي. وبعدين تخاطب، تخاطب مين؟ تخاطب الرسول. تلك إشارة إلى الآيات التي إيه؟ اللي جاية. تلك آيات، وإحنا قلنا الآيات لها معاني متعددة، وكل سياق له معنى. إما تكون آيات في الكون، ومن آياته الليل والإيه؟ والشمس والقمر، ومن آياته منامكم بالليل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. اسمها آيات إيه؟ كونية، تلفتنا إلى وجود الصانع الخالق. وفي آيات معجزات تأتي على يد الرسل عشان التصديق، وفي آيات تحمل أحكام. دي تلك آيات الكتاب اللي هي تحمل إيه بقى؟ تحمل إيه؟ أحكام. وحينضم إليها برضو إنها تجمل الآيات الإيه؟ التالية. نعم. فيسير تلك آيات القرآن وكتاب مبين. سبقت سورة ألف لام راء. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين.
مرة قال القرآن هنا والكتاب مدينة، ومرة هنا قال ايه، يبقى مرة يجيب الكتاب ويعطف عليه القرآن، ومرة يجيب القرآن ويعطف عليه الايه الكتاب. والقرآن هو الكتاب، فكيف يعطف الشيء على نفسه؟ قال لك اذا عطف الشيء على نفسه تعلم ان فيه وصف يزود الشيء. قال لك والكتاب المبين وبيان الكتاب، يبقى عطفت ايه؟ لما تقول ايه جاءني زيد إيه؟ التاجر والشاعر والخطيب والمش عارف كده، هي واحد، انما كل واحد له ايه منحن. القران قران لانه يقرا، والكتاب برضه هو القران بس يكتب. فكان القران واحد فين اثنين، يقرا من الصدور ويكتب في السطور. الله 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 يا مولانا. عندنا حاجتين اثنين، قران إيه؟ يقرا من الصدور والكتاب يسجل. اذا الاثنين، مره تقول عليه الكتاب ومره تقول عليه القران، انما الوصف يخلي المغايره ما ايه المغايره موجوده. تلك ايات القران وكتاب مبين بين فيه كل شيء ومحيط فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء يتعلق بحركة حياتك، أوامر ونواهي وكله على عباد. لازم كده ويجي يحكمنا ان محمد عبدك رجع فرنسا، وبعدين قال المستشرق له انتم تزعمون ان آية في القرآن تقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. طب اللي الجب القمح في كام رغيف؟ فقال له انتظر، وارسل واحد قال له اديني خباز. فجه الخباز قال له مرداد العام يعني يطلع كام رغيف؟ قال له كذا 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 كذا. قال له انت بتقول في الكتاب؟ قال له الكتاب قال له فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تعال يبقى ما فرطش ولا ما فرطش؟ ما فرطش. هدى وبشرى للمؤمنين. هدى ما هو الهدى؟ احنا قلنا زمان الهدى ياتي بمعنى ايه؟ بمعنى الدلاله على طريق الخير. يقول لي ده خير وده شر، وياتي بمعنى المعونه. فمن ناحيه ان القران هدى، هو هدى للناس جميعا للمؤمن وللايه؟ لانه بيدل على طريق الخير. هو ده للمؤمن ولا ده مش الكافر؟ لا، الدلاله. فالذي يؤمن به، ربنا يقول انت امنت بدلالتي واستامنتني على حركه حياتك، اقول لك دي اعملها ودي ما تعملهاش، انا بقى اخففها عليك واهونها واجعلها يسيره سهله عليك، واديك هدايه تانيه. ايه هي هدايه المعونه بقى؟ والذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى لما يقولوا هدى للمتقين، ده هم ما كانوش متقين الا لانهم مهديين، ده اتقى لانه ايه؟ تبقى هدى للمتقين. ازاي بقى؟ قال لك من جهه ان دلاله دلاله، ودي الكافر يشترك فيه، بس لما المؤمن اتقى وامن ربنا يزيده ايه؟ هدايه. او يهديهم ربهم الى ايه؟ جنات النعيم. يهديهم الى طريق الايه؟ نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. يبقى كله حال الهدايه اللي هنا بقى هدايه ايه كده؟ لما قلت لي الهدايه، هدايه معونه او هدايه الى طريق الايه؟ او الى طريق الجنه. هدى وبشرى للمؤمنين. اللي خلانا نفهم انها هنا هدايه معونه او هدايه الى طريق الجنه، ان جابها مع البشرى. ولو ان يريد هدايه الدلاله اللي تقتل المؤمن والكافر ما كانش وكان بشرى وانذار، فبيبقى بشرى على ايه؟ يبقى ما دام قال وبشرى للمؤمنين، يبقى معناها ان الهدايه هنا ايه؟ هدايه المعونه او هدايه الايه؟ اما ثمود فهديناهم، مش كده؟ فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى الهدايه هنا بمعنى ايه؟ الدلاله. انك لا تهدي من احببت، ويقول له إن وانك لتهدي الى صراط مستقيم. ايه انت ما بتهديش وانت بتهدي؟ قال لك لا، انت هادي الدال ولكنك غير معين. المعونة من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. هدى وبشرى للمؤمنين. المؤمن دي العقيدة بقى، لأما الإيمان هو أن تؤمن بقضية الحق الواحد
الإله المختار الفاعل اللي يوصف هذا الكمال تصير عقيدة لنفسك، يبقى صرت إيه؟ مؤمن. والإيمان له مطلوب هو التكاليف، فما يكفيش إنك تؤمن بس، لازم تؤدي مطلوبات الإيمان. لما تيجي تؤدي مطلوبات الإيمان قال لك القمة بقى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. كل الكلمة دي قال لك ليه؟ هم قال لك لأن الصلاة دي إيه؟ دعوة من الله لخلقه، والدعوة من الله لخلقه دعوة صانع لمصنوع. ربنا بيستدعي الصنعة تروح في حضرته، لما الصنعة تروح في حضرة من صنعها كل يوم 5 مرات. ده المهندس لما يمر على صنعته كل أسبوع مرة تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش؟ انت بتروح منين دلوقتي 5 مرات؟ وبعدين واحد يقول لك يا اخي ما انا عندي شغل وعندي وقت ومش عارف ايه، يقول له اوعى تفتكر ان تعطيل وقتك لاجل ان تلقى الله، لانك في حركه الحياه مع نعم الله وفي الصلاه مع الله. الله ما شاء الله. في الصلاه مع الله انت تسال كده، لو ان اباك ناداك وما رضيتش تروح ماذا يصنع بك؟ فلا يكن ربك اهون عليك من ابيك. اما البداية لك الله اكبر من شغلك كله، الله اكبر، اوعى تظن ان دي تعطل لك، ده انت بتروح عشان تشحن البطاريه. لما ناخد البطاريه كده ونوديها لالات الشحن اللي بتقول لي نشحن، اي كان انا عطلت البطاريه ولا بديها قوه؟ انا بديها قوه عشان تؤدي مهمتها كويس. يبقى انا باخد شويه من وقتك، لما تحسبها ما تبقاش ساعه، 5 اوقات ما ياخدوش منك ساعه، الوضوء بالصلاه كله، يبقى انا باخدك ساعه من قطار من 24 ساعه، علشان ايه؟ عشان تنشحن تبقى بعيد عن الله. ان كانت العده فيها زربله بتوديها للمهندس بيعمل فيها ايه؟ المهندس مادي، يوم يجيب حته سلك، يجيب مسمار، يعمل، يجيب حاجه ماديه، وربك غيب يصلحك كلك بالغيب. الله. يبقى اذا الصلاه لازم تؤمن. الصلاه دي بتضيع وقت ولا شويه؟ تضيع وقت. طب والزكاه؟ لانك لا تجد صلاه الا مقرونه بزكاه. كل ايات القران الصلاه والايه؟ الزكاه. ليه؟ قال لك لان الجهد للنفس يبقى للمال. انت ما بتحبش المال لانه بيسعد النفس. والمال بيجي من ايه؟ من ثمر، من العمل. والعمل بيجي من ايه؟ من الوقت. الصلاة بتاخد ايه؟ الوقت كله. يبقى دي زكاة اكبر ولا مش اكبر؟ يا اخي الزكاة بتاخد 5 و2.5%، انما الوقت بتاع الصلاة بياخد 100%، بيضيعني. اوعى تقول بقى ده انت بتضيع عليا 100%. ليه؟ لان انا هديك شحنة، الشحنة دي تفضل اللي كنت بتعمله في 5 ساعات تعمله في نص ساعة. يديك بركة الايه؟ بركة الوقت. اهو كويس. يبقى اذا الانسان ساعة ما قلنا في الحلقة اللي فاتت اذا قال المؤذن الله اكبر، يبقى معناه بيقول لك ايه؟ الله اكبر من اي شيء يشغلك مهما رأيته كبيرا. محاضرة تحضر، ايه؟ سمعة بتعمل، ايه؟ زرع بتزرعه، اي حاجة ربنا ايه؟ اكبر من ده كله. ليه؟ لانه هو واهب البركة، وهو واهب الايه؟ الطاقة. صحيح كل شيء مطلوب، بس ربنا أكبر من الوقت بتاعك. إذا واحد يقول لك إيه؟ إن ربنا عمل الأوقات، وقت مثلا وقت الصبح من إمتى؟ من طلوع الفجر لطلوع الإيه؟ الشمس. وبعدين الظهر من إمتى؟ من زوال الشمس إلى أن يصير الظلم شيء سنين. والمغرب من ساعة ما الشفق الأحمر. والعشاء من ساعة ما يجيب الشفق الأحمر. امسك بقى الأطول الأوقات فراغا من الصلاة هي إيه؟ لا، وأيضا من الصبح للظهر، لأن فيه فرق بين وقت يدخل بخروج غيره، والظهر بيدخل مش بخروج وقت الصبح، لا ده وقت الصبح طلع من زمان، يبقى دي فترة إيه فراغ؟ دي الفترات الطويلة هي الأطول في الزمن، هي الإيه؟ الأطول في الإيه؟ الزمن، ليه؟ يبقى بالليل تقدر تنام. وبالنهار تقدر تشتغل من الصبح للايه؟ للظهر.
يبقى بقى لو ان في تنظيم دقيق ممكن نخلي النهار الليل الفتره الطويله بين الليل والراحه عشان تصبح نشط. ادي واحد. ناخد الشغل من ليه؟ من الصبح لحد الظهر. لما تيجي تحسبها تلاقيها كم ساعه؟ سبعه. تبقى هي سبعه، تبقى هي ساعتنا. يعني لو ان الامه امه اسلاميه وتيجي تقول للناس احنا وقت العمل عندنا في الوظائف وفي العمل بتاعكم يبدا من الفجر. تصحى الفجر تصلي وتغير ريقك وتتنك رايح لفين؟ تقعد تشتغل لحد الظهر. بعد ذلك تقول لك انت حر بقى، يبقى الوقت هيجي الظهر وانت ايه؟ انت فاهم. انما التخطيط بقى كله يعمل لك الوقت قد كده، وبعدين الظهر يجي والناس بتشتغل، ده الاوروبيين والغربيين يجوا الساعه 12 وتلتفت تلاقي ايه؟ الشوارع تعج من الناس والاعمال، ليه؟ يروحوا ياكلوا لهم يوم الساعه 12. طب احنا ليه ما نعملش كده؟ ما نقولش بقى ده بيبقى في ايده عمليه. وده بيبقى محاضر، وده مش عارف ايه، وبعدين يقول لك ايه؟ من الوقت طويل. كله مئات التأويل صحيح. أب أن إنسان غني واستطاع أن يحج لكنه ما حجش يكون آثما إمتي؟ ما نقسموش الآن. إنما لو ظل حيا إلى أن يحج يبقى سقط عنه خلاص أدى. إنما هل يضمن أن يظل حيا إلى أن يحج؟ يبقى أما ليه بنقول حجوا قبل ألا تحجوا؟ ساعة ما تيجي الوقت ما انت تضمنش هتعيش ولا ما تعيش. كذلك وقت الصلاة صحيح الوقت ممتد اذا كان هعيش، لكن من يضمن لي اني اعيش؟ ولذلك تارك الصلاة لوقتها يأسم في اخر لحظة من حياته. فان ظل الى ان يصلي فخلاص كويس، وان مات يبقى اسم. يبقى اذا ما تقوليش ده الوقت ممتد، ده بجعل الله بعض الوقت ممتد علشان إن كان الإنسان نايم يبقى يصحى، إن كان ناسي يبقى يكتفي، وإلى لقاء آخر.